خلينا ناخد دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه معانا على التليفون، عايزين نساله عن الموجه الحاره وارتفاع درجات الحراره وايضا الرطوبه. يا دكتور محمود صباح الخير على حضرتك. صباح الفل في بنهوان، اهلا بحضرتك. وبعدين يا دكتور محمود وبعدين دخلنا في الاربعينات وكده مش كويس. دخلنا في الاربعينات للاسف. ايوه احنا طبعا مش معتادين على الاربعينات في فصل الصيف، خصوصا لما بيكون كمان معاها ارتفاع في نسب الرطوبه. دي حاجه صعبه قوي بصراحه. احنا فعلا بنقول ان الصيف هذا العام هو الاسخن مقارنه على الاقل بالخمس سنين اللي فاتت. يا ساتر يا رب. يعني الوضع مستمر على نفس اللي فات كان يعتبر اخفهم بصراحه. الوضع مستمر ولا اللي احنا فيه اليومين دول مجرد موجه مثلا هتستمر لها كام يوم كمان؟ هي موجه بس للاسف موجات الصيف بتكون اكثر طولا من موجات الفصول الانتقاليه زي الربيع والخريف، لانها بتبقى فصول انتقاليه والتقلبات الجويه فيها بتبقى سريعه. انما في فصل الصيف مع الاستقرار الشديد في الاحوال الجويه بتكون درجات الحراره اللي بتتسجل بتستمر معانا شويه، فهي بالفعل مستمره معانا حتى نهايه الاسبوع وبدايات الاسبوع القادم هذه الاربعينات. يوم الاحد هيكون في انخفاض طفيف من 38 ل 39 درجه لحد الاثنين، فالطقس يعني هيكون حاجات خفيفه جدا مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبه، هيستمر شديد الحراره ورطب. فيعني الموجه فعلا مأثره على جمهوريه مصر العربيه وعلى الشرق الاوسط كله طبعا، وعلى شرق وجنوب اوروبا، وشفنا اللي حصل في الدول المجاوره وشفنا الحرائق حرائق الغابات وتركيا وغيره. صحيح بالفعل امتداد منخفض الهند الموسمي في هذه المناطق عامل على ارتفاع قياسي في درجات الحراره خصوصا في الدول المجاوره سواء كان في الجزيره العربيه او في شرق وجنوب اوروبا اللي بتشهد ارتفاعات في درجات الحراره ما شافوهاش منذ عده قرون. احنا قلنا الكويت والاحصائيات بتقول الكويت من فتره درجات حراره غير مسبوقه في شرق وجنوب صحيح. اوروبا. يعني خليني طب اروح لنقطه الرطوبه مع حضرتك دكتور محمود عشان الناس تبقى فاهمه، الرطوبه مستمريه معانا ولا ارتفاع درجه الحراره هو اللي مستمر معانا والرطوبه يعني هتسيبنا بعد كام يوم مثلا؟ عشان الموضوع صعب جدا رطوبه وارتفاع درجه حراره، فخلي الناس برضو عشان نطمنها. لا هو يعني للاسف الشديد احنا خلاص الاجابه وصلت يا دكتور احنا محمود. معتدين على لما ترتفع درجه الحراره في الصيف الى حد ما بتقل نسب الرطوبه. طب الحمد لله. ولكن في هذه قال لك مفهوم يا فندم مفهوم طالما حضرتك استهلت نسب الرطوبه مرتفعه بكلمه فعلا. للاسف بتتجاوز 90% على السواحل الشماليه و 85% على القاهره والوجه البحري. طبعا نسب الرطوبه مرتفعه مفيش كلام، شايفين الجو عامل ازاي في فترات الليل. لا هو في صعب جدا النهار. بصراحه صحيح هدوء في سرعات الرياح ده مخليه الجو اكثر قسوه، لان سرعات الرياح لما بيكون في نشاط بتقلل شويه من احساسنا بارتفاع نسب الرطوبه، ولكن في هدوء كمان في سرعات الرياح، فبالفعل موجه شديده الحراره ورطبه مش شديده الحراره بس. طب انا عندي سؤال هو ممكن يكون مش اختصاص حضرتك بس انا متاكده ان حضرتك سالته قبل كده، فيا ريت يعني نعرف منك برضو هذه المعلومه، هل ارتفاع درجات الحراره والرطوبه وهذا التاثير قد يعني يؤدي بشكل الى حد ما يعني تاثير سلبي على الاشخاص على المود العام على الانتاج؟ يعني خلينا نعرف برضو. هو طبعا هي دي عايزه علماء نفسيين شويه، بس احنا بنقول ان يعني احساسنا احنا كمواطنين عاديين لما الواحد بترتفع معاه نسب الرطوبه بتقل نسب الاكسجين شويه خصوصا بالزبط. لو اماكن مقفوله فبتخليه الموت في زهق في خنقه في ما فيش ارتياحيه في الاعصاب، يعني ده الواحد اللي بيستشعره. يعني بقول حاجات احنا متهيألي كلنا بنستشعر وبنلمس هذه النواحي النفسية بالفعل بتخلي المود بتاع الواحد مش مظبوط، بتخلي فيه ضيق، يعني الواحد مخنوق شوية مش عارف، التعاملات نفسها بتكون إلى حد ما فيها زهق وما فيش صبر مع بعض الأشخاص. فإحنا بقدر الإمكان في المود ده بنحاول بقدر الإمكان نكون متواجدين في أماكن نزود فيها معدلات الهواء شوية، مراوح، تكييفات، نزود معدل شرب المرطبات يعني الميه مهمه جدا 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 بالزبط. ما نتعرضش لاشعه الشمس بقدر الامكان، مش عايز اقول في الفتره اللي بين الظهر والعصر زي ما كنا بنقول لا، يعني على مدار اليوم نحاول بقدر الامكان ما نتعرضش لاشعه الشمس فتره طويله او قصيره،
لان فعلا تعرض لاشعه الشمس بيزود الحالات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. صحيح. وعلى كل حال طبعا دي نصايح مهمه، وربنا يكون في عون كمان الناس اللي هي بطبيعه عملها بتضطر ان هي تكون متواجده في للاسف الشوارع او غيره، يعني الاماكن المفتوحه. طبعا ربنا يعينهم ويقويهم وان شاء الله تعدي على خير باذن الله. يعني نتمنى ان هي تعدي على خير، ونتمنى ان الصيف الجاي واللي بعده ما تبقاش السنوات القادمه كمان اسوأ من السنه دي، لان احنا كنا اتكلمنا مع حضرتك قبل كده في الكلايمت تشينج، او يعني اللي هو التغيير المناخي، وقد ايه ليه تاثير ضار الى حد ما برضو على المناخ العام في اي دوله يعني، والتاثير على برضو زي ما كنت بقول لحضرتك قبل كده ان في كائنات ممكن ان هي تختفي، كائنات بحريه وغيره، ف تأثير غير جيد تماما وملف في غاية الأهمية، واعتقد اتعمل له أكثر من مؤتمر دولي، فنتمنى أن يكون في حل قريب، لأن فعلا كده مش كويس، أو يعني نتائج مش كويسة. نتمنى طبعا أن العالم كله ياخد موضوع التغيرات المناخية بجدية أكثر من كده، ما تبقاش مجرد أبحاث بس، يكون برضو في تعليمات دولية والارشادات اللي بتقولها دايما المنظمه العالميه، والتوصيات اللي بتقولها دايما المنظمه العالميه للارصاد الجويه، تبدا الدول العظمى كقدوه للعالم، وهي اللي تعتبر ماسكه اقتصاد العالم كله، تبدا تحذو هذه الارشادات والنصائح، وتبعد شويه عن المصالح الخاصه والتجاريه، ونبدا نحاول كلنا نستخدم الطاقه النظيفه بقدر الامكان. المبادره اللي عاملاها برضو جمهوريه مصر العربيه، وبدانا نعتمد على الاتوبيسات اللي بالكهرباء اللي بالغاز الطبيعي، الطاقه الجديده والمتجدده، يعني نحاول بقدر الامكان نخش في الطاقه النظيفه عشان نتجنب التغيرات المناخيه اللي المنظمه دايما بتقول يا جماعه لو فضلنا على هذه المعدلات في استخدام الطاقه الغير نظيفه ومشتقات البترول والفحم هترتفع درجه الحراره بتاعت المحيطات درجة ونص. صحيح. تقريبا، وممكن يحصل كوارث أخرى حتى 2050 لو استمرنا على نفس المعدلات دي في استخدام هذه الغازات هذه المشتقات. وطبعا ارتفاع درجة ونص للمحيط دي هتعمل مشاكل كبيرة جدا، لأن ده معناها ذوبان جليد، معناها ظواهر جامحة شديدة جدا، معناها صحيح. جفاف وتصحر في بعض المناطق يعني، وزيادة معدلات المية في مناطق تانية، واختفاء بعض المناطق المنخفضة في العالم. فيعني بقدر الإمكان يعني بناشد العالم كله وفي المقدمة طبعا الدول الأكثر تقدما إن هم يبدأوا نستخدم بالفعل الطاقة النظيفة. ده كلام مهم جدا، وبشكرك عليه دكتور محمود جدا، شكرا لهذه المداخلة يا فندم.